المليكة من الدار البيضاء. تعالوا صباح الخير. صباح النور. ديرا لاباس عليك؟ صباح الخير. الله يبارك فيك الحمد لله. تحية لكل طاقم مستمع كامل كنحييهم في الصباح. الله يبارك فيك. اختي عندي واحد طالب واحد السيدة البارحة يطلت لي والله العظيم نسيت الاسم ديالها. بغات المسمن على شكل ملوي. انا غنعطيه لها دابا. نعم. غنعطيها الطريقة القديمة اللي كنديرو كيجي زوين. غنجي حلاه 100%. نعم. المهم غادي تاخذ زلافة ديال الدقيق البيض. وزلافة ديال الفينو دائما الدقيق ناخذو داك الرطب ناخذو الدقيق يكون رطب. نعم. ونديرو شوية ديال الملحة. نديرو جوج خمارات ديال الحلوة. ملح وجوج خمارات. أيوا ونخلطو المكونات مزيان ونبداو نعجنو ندلكو بالماء مزيان العجينة تكون رطبة مدلوكة. ندلكوها ونديرو لها شوية ديال الزيت ونخليوها ترتاح شوية. نعم. وناخدو ثاني العجينة ديالنا ونبداو نقطعو كويرات. نعم. السيدة بغات ديرهم كبار بالأحسن ديرهم كبار كيجيو زوينين. كتقطع الكويرات ديالها وتخليه باش ما يرتاح هاد المسمن كيجي زوين. تخليه ساعتين ساعة باش ما خلاته. وخا يبقى ثلاثة السوايع. كيجي زوين. المهم الطريقة ديالو غتاخد الكويرة الأولى وغادي تسرحها مزيان بالزبدة. ما ديرش الزيت غير الزبدة. الزبدة بحال تكون بوماد. كتسرح بها هاديك المسمنة ديالها. وكطويها على شكل مسمنه حنا كنطويو هاد اليمنيه على اليسريه مفهومه. نعم. وكتاخد ديال الكونت اليمين ولا على اليسار اللي بغات كتبدا تلوي بحال كتلوي السيجار وهي كتلوي كتجبد العجينه عندها باش كتسرح مزيان مفهومه. نعم. كتبدا تلوي 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 تكمل حتى الاخر كتبقى داك كيجي داك سميتو طويل كتجيب الموس ديالها وكتقسمهم على جوج كتضرب من النص. نعم. كيعطيها جوج كويرات داكشي اللي قلت لك خصها دير كويره شويه كبيره كتقسمهم على جوج كتقادهم على شكل حالة كتحطهم باش يرتاحوا. نعم. كتخليهم ثاني يرتاحوا يرتاحوا لها مزيان باش يجيو دغيا يطلعوا لها من جوج تقرصهم. نعم. كتجيب المقله ديالها كترشها بالزيت وكتسرحهم وكطيبهم راه كيجي ملوي كيجي زوين. نعم. وبالصحه والراحه.